تتيح خدمة إذن استيراد حيوانات وطيور حية وأسماك زينة للمتعاملين استيراد أنواع مختلفة من الحيوانات من دول مختلفة من خلال إجراءات سريعة وذكية، حيث يمكن للأفراد وأيضا الشركات ذات الأنشطة التجارية من الحصول على إذن الاستيراد بعد التسجيل والدفع عبر الإنترنت من خلال الخدمات الذكية دون الحاجة إلى التدقيق على الطلب. للوصول إلى الخدمة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه www.moew.gov.ae من الترويسة العلوية، ثم قم بتسجيل الدخول ومن ثم اختيار دليل الخدمات والبحث عن الخدمة إذن استيراد حيوانات وطيور حية وأسماك زينة، ومن ثم قم بفتح الخدمة وانقر على الزر الأحمر الموجود على يسار الموقع ابدأ الخدمة، كما هو موضح بالفيديو الخاص بكيفية ملء الطلب www.eservices.moew.gov.ae. لملء استمارة الطلب قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة في تبويب البيانات المبدئية، اختر مقدم الطلب وسيتم تعبئة البيانات بشكل تلقائي في الحقول، تذكر أن تتحقق من جميع البيانات المدخلة قبل إرسال الطلب. في تبويب بيانات الخدمة قم باختيار البلد المصدر والتاريخ المتوقع لوصول الشحنة وطريقة الشحن وميناء الدخول وإضافة بيانات إرسالية واحدة على الأقل، ثم قم بالضغط على أرسل. في تبويب المدفوعات قم بقراءة شروط وأحكام الدفع، وضع علامة في المربع لتأكيد قراءة وفهم الشروط والأحكام، ومن ثم انقر على احتساب إجمالي الرسوم، ومن ثم اختر نوع البطاقة، ثم انقر على تأكيد. الآن تم اكتمال الطلب وتم إصدار ترخيص الاستيراد. في تبويب تنفيذ الطلب يمكنك الاطلاع على إذن الاستيراد من خلال النقر على المستخرج، ويمكنك تحميل المستخرج من خلال النقر على حفظ، ومن ثم اختيار PDF.